السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم، مرحبا بكم في الحصة الأولى والثانية من دروس الوحدة الأولى في مادة النشاط العلمي للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي. الموضوع انتقال مرض فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه. Transmission de la maladie du virus COVID-19 et méthode de prévention. الحصتان 1 و 2، عنوانهما أعراض مرض فيروس كورونا المستجد وطرق انتقاله. Les symptômes de la maladie du virus COVID-19 et les méthodes et les modes de transmission. الهدف: أتعرف أعراض وعلامات مرض فيروس كورونا المستجد. Je reconnais les symptômes et les modes de contagion de la maladie du virus COVID-19. ألاحظ وأتساءل: أصيب إدار بمرض فيروس كورونا المستجد فأدخل المستشفى ووضع في غرفة معزولة. نلاحظ في الصورة إدار في المستشفى. أتساءل: كيف ينتقل فيروس كورونا وما هي طرق الوقاية منه؟ أدون أجوبتي في دفتر التقصي. ثانيا، أنجز النشاط 1 بعد مخالطتها لأحد المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد. ظهرت على كجملة عدة أعراض سيمبتوم. أدخلت المستشفى ووضعت في غرفة معزولة، ثم أجريت لها عدة فحوصات أكدت إصابتها بالمرض. تمثل الوثيقة 2 منشورا لإحدى المؤسسات ببلادنا يبرز هذه الأعراض. ما هي أعراض المرض الرئوي الناتج عن فيروس كورونا؟ ألف: أستخرج من الوثيقة 2 أعراض مرض فيروس كورونا المستجد. أعراض فيروس كورونا المستجد هي: صعوبة في التنفس، كحة، وارتفاع في درجة الحرارة. أعراض لسيمبتوم: فيروس لفيروس، عدوى لا كونتاجيون. النشاط الثاني: لمعرفة بعض طرق انتقال مرض فيروس كورونا المستجد نقترح الصور الآتية. الصورة 3: شخص مصاب بالمرض يصافح شخص آخر. الصورة 4: شخص مصاب بالمرض يعطس. الصورة 5: شخص مصاب بالمرض يسعل. والصورة 6: تجمع أشخاص. أذكر طرق انتقال مرض فيروس كورونا المستجد المبين في كل صورة. الصورة 3: المرض ينتقل بالمصافحة. الصورة 4: المرض ينتشر بالعطس. الصورة 5: بالسعال. والصورة 6: بالتجمعات.
ثالثا تعلماتي الجديدة، أقرأ ثم أملأ بالكلمات الملامسة ارتفاع معد. انتشر مرض فيروس كورونا المستجد من الصين وانتقل لباقي دول العالم. من علامات المرض درجة الحرارة والسعال الجاف والعطاس والإرهاق الشديد. يعتبر هذا المرض جد وينتقل من شخص إلى آخر عن طريق والتعرض لعطاس أو سعال شخص مريض، إضافة إلى لمس أشياء ملوثة بالفيروس. انتشر مرض فيروس كورونا المستجد من الصين وانتقل لباقي دول العالم. من علامات المرض ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والعطاس والإرهاق الشديد. يعتبر هذا المرض جد معد وينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الملامسة والتعرض لعطاس أو سعال شخص مريض، إضافة إلى لمس أشياء ملوثة بالفيروس. رابعا أستثمر تعلماتي. النشاط الأول أكتب صحيح أو خطأ أمام الاقتراحات الآتية. من أعراض مرض فيروس كورونا المستجد سعال شديد، صحيح أم خطأ؟ صحيح. سيلان الدم من الأنف، خطأ. آلام في أسفل الظهر فقط، خطأ. ارتفاع في درجة حرارة الجسم، صحيح. صداع في الرأس، خطأ. ضيق في التنفس، صحيح. Activité 2. Les dessins suivants montrent quelques modes de contagion de la maladie de COVID-19. Donnez le mode de contagion représenté dans chaque dessin. 1. Transmission par gouttelette. B. Transmission par objet contaminé. C. Transmission par contact physique avec des personnes. سعال la toux. عطاس éternuement. آلام les douleurs. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.